افتتحت فرقة المرحلة مهرجان جريمدا في دورته 21 بأغانيها الوطنية والثورية الملتزمة. غنت المرحلة للحرية والكرامة والتسامح والسلم، كلمات دخلت القلوب في ألحان جديدة وقديمة، تفاعل معها الجمهور الحاضر بالتصفيق وطلب إعادة الأداء. عشنا الدورة 21 مهرجان جريمدا، هذه أول مرة نحضر أنا مش مسفاخس، لكن عشنا توا في مع فرقة المرحلة، هذه فرقة جميلة جدا ومتعنا بالقداء والحمد لله رب العالمين. سهرة ممتعة. تحفونا حلوة، نتفاعل مع الحمد لله الأغاني الملتزمة. والله تقديري فرقة المرحلة هي مجموعة اسمها وتاريخها يغني على أي رأي، على الرأي الشخصي. الفرقة نعرفها من ذكرتني اليوم، رجعت بينا ذكريات الجامعة وذكريات أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات. سهرية كانت طيبة، هي مبادرة من مهرجان جريمدا أنه رغم الظروف الخاصة اللي نمر بها البلاد أرجع، وبصراحة يعني خرق الصمت اللي عم على ولاية صفاقس. لا سهرية حلوة برشا، وصار لنا برشا على الفن الملتزم هذايا وعلى الغناء هذا فريمان، يرجع الروح ويرجع معناها القومية العربية. والحق سهرية تحفونا ياسر، عجبتني. تميزت ليلة الافتتاح لمهرجان جريمدا بحضور جماهيري متوسط، والسبب هو عدم إقبال الجمهور على مثل هذه العروض الملتزمة. تعود فرقة المرحلة التي تأسست في الثمانينات وأخرس صوتها وقتها، وعادت اليوم بألوان جديدة وألحان راقية لتعيد معها مجد مهرجان جريمدا. مجموعة المرحلة تقدم الأغنية البديلة وتقدم الأغنية الملتزمة، تعود اليوم في شكل وتصور جديد. على ماذا يقوم هذا التمشي؟ يقوم هذا التمشي على أنه الشكل اللي كنا عليه عام 86، احنا بدينا في البداية بدينا عام 86، طبعا كان في الوسط الجامعي بصفة عامة، فكانت معناها الإمكانيات على مستوى نوعية الآلات اللي نستعملوا فيها ونوعية العازفين الموجودين مش بالصفة اللي احنا تو المتوفرة تو، فكنا نتعاملوا مع ناس محترفين ياسر، بالطبع مش يعطي إضافة كبيرة ياسر، وعطاها الحمد لله إضافة كبيرة للمجموعة، وثم شوية صياغة جديدة على مستوى التوزيع. دورة 21 وما زال مهرجان محلي، لكن الشيء اللي نبشروا به أحباء ثقافة في صفاقس كون بداية من السنة القادمة سيصبح مهرجان عالمي للفنون الشعبية. بعد غياب سنتين يعود مهرجان جريمدا بصفاقس هذه السنة بقوة، يحمل شعار الثقافة للجميع لكل الفئات العمرية. والله البرمجة هذه حبيناها تكون تلبي رغبات جميع المتلقين. الدورة اخترنا لها شعار ثقافة للجميع، وكي نقولوا ثقافة للجميع لازم نلبيه جميع الرغبات. عندنا الفن الغنائي، الفن الملتزم كما الليلة في سهرة فرقة المرحلة، عندنا الفن الشبابي في الراب، عندنا الفن المسرحي، عندنا سهرة الأطفال، عندنا سهرة جهوية هي سهرة للضحك غدو الليل، فرقة لمة صفاقسية فيها أبرز وجوه الفكاهة في صفاقس، كيف زاد عملنا سهرية خاصة بالشعر الشعبي، وعلى هامش السهرية هذه اللي هي سهرة ختامية ماشي نكرموا رجال التربية أبناء جريمدا اللي ضحاوا من وقتهم وقدموا شيء كثير لأبناء جريمدا، وتخرجت على أيديهم دفعات كبيرة من المسؤولين اللي بارزين موجودين أنا على الساحة الوطنية. عمدت هيئة المهرجان وإدارته إلى عودته إلى سالف نشاطه رغم كل الظروف السياسية والأمنية المتحدية الإرهاب بكل أشكاله.